الفاضي مألوف. وده لونه ايه؟ ما نقول هنا جديد وما اعرفش عنه حاجة. ربك يستر. عم رجب تعالى افتح الصندوق ده. اتقل لما نشوف لونه ايه. المكنة دي عمرها الافتراضي 5 سنين، يعني هتتكهن وهي لسه بتتمتع بإعفاءات قانون الاستثمار. يا يا حبيبي، هي مطابقة للمستندات وقانوني ولا لا؟ مع الأسف قانوني. مع الأسف ليه بس؟ ده مصلح هيشغل ناس وينتج ويفتح بيوت ويساهم في بناء اقتصاد الوطن. قصدك وينهب اقتصاد الوطن؟ يسرقه. مصنعك ده هيبقى خردة قبل ما تدفع عنه الضرايب. رجب افتح الصندوق ده كمان. فين عليه مش هيجيبها لبره؟ حاول تبعد عن الصناديق النهارده بأي شكل. ويطلع ايه شريف أبو زيد ده اللي مش قادر تشتريه؟ ده حتة مأمور جمرك ب70-80 جنيه في الشهر. مش معنى هو اللي طلع معاك؟ الراجل بتاعنا اتنقل يا فندم. يبقى لازم تتصرف. اسمع، ايه الحاجة بالليل من الصناديق اللي ما شخاش للصناديق اللي خدت إفراج؟ ما هو ما اداش إفراج ولا لصندوق واحد، يعني ممكن يرجع يفحصه تاني يا فندم. أنا مش مستعد أنكشف وتنظبط الحاجة اللي في الصناديق. خليه ياخد أجازة إجباري ويطلعوا معاك واحد غيره متفاهم. اطمن على المدرسة، خايف لا تقع وتضيعني. الله، طب وهي لو وقعت تضيعك انت ليه يا صاحبي؟ ده هي اللي مش فيها الحال، ما انت عارف يا زكي، محدش في الحارة دلوقتي بقى يشتري كتاب. ما تخافش، لسه ما وقعتش. لسه ما وقعتش؟ ايوه. يبقى هتروح. مش قلت لامك انك مش عايزاه؟ عشا تسمعني، بتقولي اخر صبرك دي ايه؟ بصراحة بقى معاها حق. انت ليه ما تتقدمش؟ ليه ما تتقدمش وتقطع السكة على شيكو وغير شيكو؟ ازاي بس؟ اقول ايه للاستاذ لطفي وهو اللي عاش من غير جواز يجي 10 سنين؟ ودخل دنيا مرة ومات. عاش اربر عشان يعلمني. وديك اتعلمت وبقالك 2 سنين دلوقتي موافق. ما انت عارفة ان كل قرش بابضه بيروح فين؟ لطفي اخويا مصرة ان احنا نجدد البيت ونكس المدرسة اللي هتقع دي. وانا اتجوز واحد ما بحبوش؟ تصدقي بيه؟ انا بشوف الشمس من شروق بيتنا وانا نايم، مش عارف ازاي الزمن عدى من غير ما نجدد البيت. قولها بصراحه كده انك مش رايدني ما بتحبنيش. صدقيني يا فتوس، صدقيني انا بحبك. طب اسمك؟ المشكله دلوقتي نودي الاولاد فين؟ احنا محتاجين مكان ل 300 تلميذ وتلميذه. نوديهم اي مدرسه تانية؟ مش من مصلحتنا انهم يروحوا اي مدرسه تانية. ليه يا استاذ علي؟ المدرسه التانية لها نظيرها والاستاذ لطفي. يبقى ايه بقى؟ مش مهم، انا المهم عندي مصلحه الاولاد. مش ممكن تنكس المدرسه حضره النظر؟ اديني بحوش انا والشريف عشان انكسها. المدرسه مش هتستنى التحويش يا استاذ لطفي. ما تشوف سلفه يا استاذ، ولا اكلم اهل الحاره ليحقوا المدرسه قبل ما ضاعوا على اولادهم. Thank you.
دول وجايين لمين؟ واحنا مالنا يا عم؟ مين ولاد الكلب دول؟ مش عارف. انت بينك وبين حد عداوة؟ ما عادش فكران الا شيكو عشان فردوس. فردوس ما هيقعدوا سنة على ما يبعتوا لنا مأمور جديد غيره ولا مش ايه؟ مش هيبعتوا لنا غيره يا سعيد بيه. الدراسة مستمرة مش هتتعطل ابدا لغاية ما يجيني رد من الإدارة التعليمية. مين عمل في حضرتك كده؟ ظاهر ان شيكو بيتحداني، عاوز يبعد شريف عن فردوس. شيكو صاحب المكتبة؟ ايوه، بس انا لا اقبل التحدي ابدا، وهعرفه ان انا ما بتحدكش. اي فردوس بقى بنتك وشريف برضو ابنك، صرفها انت حسب ما تشوف يا استاذ. انا بس بستاذنكم تخفوا عليا على ملم المدرسة اللي هتقع والبيت المشروخ ده. احنا من ايدك دي لايدك دي يا استاذ. بنت اصول يا بنت الحلواني، ابوكي اصل الحارة. ازاي يا فندي تروحوا تضربوه وما يرقدش فيها 10 15 يوم؟ جسمه منحس يا سعادة البيه، بس انا اتصرفت، هربت الحاجة من غير ما يحس. طب كنت تتصرف من الاول، ما كانش فيه داعي انك تخاطر وتبعت له الرجالة. ما كانش هيفوت حاجة ابدا يا سعادة البيه. دي العلقة دوخته، خليته ما قدرش يدخل الصناديق ويفتشها. عموما يا سعادة البيه، الجدع ده هيتعبنا في الجمرك قوي قوي يا بيه. هاتولي هنا، هاتلي شريف ابو زيد، هو اللي هيخلصني شغلي. تفهم ازاي ولاد ابو زيد يتعدوا عليا ويطلبوا ايد فردوس وانا قايل عليها؟ هي سايبه ولا فاهمين ان انا مش قادر المهم؟ هما ما غلطوش يا شيخ. يبقى فاهمين ان انا هفيه بقى سكارتا. بس انا بقى لا هفيه ولا سكارتا، وهخلي الدم من الحزام. هي خناقه يا ابني، ولا انت فاكر نفسك قدهم؟ انا قدهم، انا قدهم قد الحاره كلها واحسن كمان. بايه بقى يا شيكو؟ بالشهاده ولا بالوظيفه ولا بالمكتبه اللي ما بتجيبش 5 بلاش في اليوم؟ انا طالبك في الحلال يا فردوس، انا طالبك عشان رايدك يا بنت الناس. ما عنديش خبر. انا قايل لامك ما ترد يا خاله، ما تقولي ولا توعديني وتغدري بيا، حتى كلامكم بقى في الحلاوه. انا مش حمايل بخت بنتي يا شيكو. شريف موظف في الحكومة بيقبض قرش ثابت كل أول شهر ويقدر يستر البيت. يمكن فاكرني هشتغل بعد الجواز ياما وبأكله. تأكلي مين يا أختي؟ ليه؟ أبتع ولا صايع؟ أنا راجل وبنو هدومي، وأقدر أوريكي وأوري ولاد أبو زيد وأوري الحارة كلها. توري مين يا ابني ولادك كله؟ ما تحتشي بقى يا شيخ. أنت ابن بلد وبتفهم أمار. يلا اتكل على مكتبتك وخلي كل واحد فينا يشوف حاله. حاضر يا فلوس. أنا هتكل. بقول يعني يا استاذ لطفي يا اخويا، احنا ما بنفكرش ليه في هدم المدرسه؟ لو انت هنت عليا يا شريف المدرسه تهون عليا. اصل ارضها تجيب مبالغ كتيره قوي. ايوه، وتلاميذ الحاره يروحوا فين؟ يروحوا مطرح ما الحكومه توديهم. المهم نشوف مصلحتنا فين. مصلحتنا من مصلحه الناس يا شريف. لو كل واحد شاف مصلحته بس هنبقى ديابة بناكل في بعض، وانكم هتبيعوا وتشتروا في لحم بعض بالركب. يا استاذ لطفي، ده ارض المدرسه
يتبني عليها عمارتين ثلاثة ويمكن أكتر كمان. بس بقى ساعتها هنضرب المدرسة، والمدرسة مكانها هنا، أما العمارات الجديدة يروحوا هناك بعيد بعيد، يبنوها هناك بعيد بعيد عن هنا. هات عقل صحيح. وما دام عندنا عقل نعقل يا صاحبي. عقل انا عايز اعرف، ولا هو شريف ده اجدع مني؟ لا. ارجل مني؟ ابدا. اتخن مني؟ لا. ما سبتني ليه؟ ده لقيتني ليه ادتني استماره سته ليه؟ انا اقول لك يا صاحبي، عشان هو اغنى منك، والصبايا اليومين دول بتتجوز المحفظة مش بتتجوز الراجل. اسألنا انا يا صاحبي. استاذ لطفي ناظر المدرسه، فين من فضلك؟ ابو بدله بني اللي واقف وسط الاولاد ده. سيده امنيه هانم رئيس جمعيه الخير الخيريه. اهلا وسهلا يا فندم. لطفي ابو زيد ناظر المدرسه. اتفضل يا فندم. قهوه قهوه للست رئيسه عم احمد. بالحبهان. اتفضل يا فندم. المدرسة نورت. اتفضل يا استاذ لطفي. ايه ده يا فندم؟ 500 جنيه ومساهمة بسيطة من الجمعية علشان المدرسة بتاعتنا. أكثر الله من أمثالكم. بارك الله فيكم. من اهتمامات الجمعية تنمية المجتمع ورعاية العلم ودفع البيئة المحلية للارتقاء بكافة السبل. يا هانم أنا بشكرك نيابة عن العلم والمعلمين، وإن شاء الله حجمع وفد من المعلمين وأولياء الأمور عشان نشكرك. هي الجمعية عنوانها فين؟ مفيش داعي يا أستاذ. طب لمؤاخذة، الجمعية عرفت منين إن المدرسة عاوزة تصليح؟ والدة التلميذة عندكم بتشتغل طباخة عندي. على فكرة أنا مستعدة أساهم بأي صورة لتنمية الحي والحارة بتاعتكم. أكثر الله من أمثالكم. بارك الله فيكم. يعني إذا كان عندك أي حد من أبناء الحارة عايز يشتغل بمرتب محترم أنا ممكن أساعده. لا مؤاخذة يا سيادة الرئيسة، المرتب المحترم ده يطلع قد إيه؟ يعني يبتدي من 300 ل 1000 جنيه في الشهر. 1000 جنيه في الشهر؟ للنشيط المخلص في عمله. يبنوا، يجددوا، ينكسوا. وطبعا يا استاذ لطفي لو يكون بكالوريوس تجاره
يبقى احسن. الحاره كلها يا فندم ما فيهاش بكالوريوس تجاره غير اخويا شريف. لو حد يشتغل انا تحت امره. الكارت اهو فيه عنوان الشركه. طب لو سمحت يا فندم تقبلي المصحف ده هديه من المدرسه والحاره تعبيرا عن شكرا لحضرتك وللجمعيه. تعرف يا استاذ لطفي يا اخويا دي فرصه العمر. بس انا مواظب. فكرت دي انت تاخد اجازه بدون مرتب لحد ما تطمن وتتثبت في الشغلانه الجديده. وبعدين باي باي الحكومه. هو صحيح المير يا امان لكن ال 300 جنيه يخلونا نقدر نجدد القديم كله ونعيش. تحت امرك يا فندم. ايوه حاضر. يا سلام. لا ما فيش تعب ولا حاجه قوي قوي. مع السلامه يا فندم. مع الف سلامه. تحت امرك. نقول له مين يا فندم؟ شريف ابو زيد. استاذ شريف ابو زيد يا فندم. حاضر حاضر. اتفضل اتفضل يا استاذ شريف. اهلا اهلا. اتفضل يا شريف. هتفضل واقف ولا ايه؟ اتفضل استريح. اي خدمه؟ اصل ال الكارت ده ما كنتش عارف اني جاي هنا. الشغل معانا حلم لاي شاب. المرتبات مجزيه والشغل نار. انا مستعد اشتغل ليل ونهار بس يعني. سيجاره يا شريف. ما بدخلش. بداية التعيين 400 جنيه ده غير الحوافز والمكافآت وانت مش محتاج لتزكية. انا نفسي هزكيك. ايه ده؟ استمارة. اكتب الشكليات الاسم والمؤهل والموقف من التجنيد. الله انت مش عاوز تشتغل معانا ولا ايه؟ يلا ولا مالك ولا مالك. هروح فين؟ انت مالك يا عم حمزة؟ انت مالك؟ يلا ولا يلا يلا للعلم اي لعب بالشمع الاحمر هيعرضك للمسؤوليه وللسجن. خلاص يا استاذ بدر. ايوه يا فندم. مش ممكن. ازاي هتسكت على كده يا استاذ لطفي؟ هنعمل ايه؟ تروح للمسؤولين تشوف حل يا استاذ. هيبقى في فتره اختبار انا واثق انك هتجتازها. روح مع سعيد يوريك الشغل. Raise your voice, please. I can't hear you again. I can't hear you. Hello? Oh, yeah. Just a minute, just a minute. احنا عندنا مجموعة أقسام. التسويق، شؤون الإنتاج، شؤون المصانع، الحسابات. ودي متخامة بالموظفين. زي التخصيصات الجمارك.
اتفضل يا بابا، ادخل. شوف، انا اقترح ان انت تتولى شؤون المصانع وتفتش على عمليات الاحلال. اقعد اقعد يا راجل. وتفتش على عمليات الاحلال والتجديد وتركيب المكن وحساب طاقات الاستهلاك الكهربائيه والميكانيكيه. ايه رايك؟ ايوه، بس يعني انا ما بفهمش فيها. ما تقولش كده، تدي صوره وحشه عن نفسك. اسمع، تروح قسم التسويق. التسويق؟ هتكون مسؤول عن معدلات البيع، بس اذا اتكدست البضاعه او ما فهمتش السوق هتنفصل وانت في مرحله اختبار. بعد اذنك يا فندم. اديني تخليصات الجمارك. جمارك؟ ما انت عارف ان دي وظيفتي انا. ايوه، بس انا افهم في الجمارك اصلا منها، يعني مش هجرب حاجه ما افهمش فيها. معقول اديك شغل انا؟ تصور يا فندم، الموظف الجديد عاوز ياخد شغل الجمرك. نعم؟ ونفشل نحاسبه؟ حاضر يا فندم، هبعت لك ليمون على منديلك قرار التعيين. مبروك عليك شغلتي يا عم. اتفضل. تعامل شريف زي ما بتعامل شريك يا عبد الفتاح بالظبط. انا هعتبره مباحث علينا في المؤسسه. وما تعرفوش اي حاجه غير الشغل المطلوب منه وبس. امرك يا فندم. هينفذ اللي انا عايزه. وبعدين انا لطفي يا ابو زيد، عندي ميعاد مع السيد المدير العام. عنده اجتماع. ايوه يا فندم، بس انا جاي على موعد سابق. انا عارف. طب والعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ انت ليه ما تقابلش مدير التعليم الابتدائي؟ روح له. انا عارف المشكله، مش لاقي لها حل. مش لاقي لها حل؟ طب والتلامذه؟ هوزعهم على المدارس، كل مدرسة تاخد 50 فوق الكثافة، هعمل إيه؟ وده حل ده؟ عندك حل تاني؟ تبنولنا بصول؟ ده كلام يمت فيه السيد المحافظ، روح له. البين محافظ مشغول، ما بيقابلش حد. بس دي مشكلة خطيرة. فعلا عن طريق الرؤساء بالقنوات الرسمية يا أستاذ، ما تجيش كده على البين المحافظ، هي إيه؟ مولد؟ ما هم الرؤساء هم اللي بعتوني هنا. بعتوك ليه؟ يبعتوا ورقة عليها رأيهم، البين المحافظ يرفض أو يوافق، فاهم؟ والله ما انا فاهم حاجة. قرين المدرسة ضاعت والتلامذة ضاعت وانا ضعت. يا استاذ ما تشرب قهوتك، والنبي حرام عليك اللي بتعمله في روحك ده. مفيش فايده، مفيش حد عاوز يسمع، مش عاوزين يفتحوا المدرسه. مش احسن ما كنت تقع العيال؟ ان شاء الله شريف هينكسها ومرتبه الكبير، هو ده الامل الوحيد اللي يرجعها خليه نحل تطلع شد.
وبعدين يا شيك وبعدين؟ بعدين في ايه؟ هتفضل تلف وتدور كده في الشوارع وتسيب المكتبه مقفوله؟ انت بتقطع عيشك بايدك، طب هتاكل منين بس يا صاحبي؟ النهارده خرجت ولفيت شفت الدنيا بره الحاره والناس عايشين ازاي. الله، ما هم ناس زينا برضو يا شيكو. لا لا يا زكي، احنا مش عايشين هلا، احنا اخر ناس في الدنيا. الله، ايه العباره يا صاحبي؟ انت جرى لعقلك حاجه؟ طب اول الدنيا يبقوا مين لما احنا بقى اخرها؟ اول الدنيا مع الناس اللي عارفين يمشوا معاها. الله، ما هي ماشيه برضو اخر من جهه يا شيكو. لا، الناس كلها ماشيه لقدام، احنا بس اللي ماشيين لورا. بره في شغل، في حركه، في هات وخد. هنا الناس متبنجه واكله دطوره وشامه بالنوم. الناس ماشيه تتوب يا جدع. ماشيه ايه؟ دي مش ماشيه خالص. قصدك بيلفوا حوالين نفسيهم يا جدع. ده التراب هنا على كل حاجه، كل حاجه عليها تراب من قله الحركه. تحس ان الدنيا مكمكمه. بقول لك ايه يا صاحبي، ما تهرش نافوخي، انت تفتح مكتبتك وتشوف اكل عيشك احسن. التلامذه بيسالوني عليك. تلامذه؟ تلامذه ايه؟ حصره بعد المدرسه ما قفلت. يعني ايه؟ عاوز تقفل المكتبه انت كمان يا شيكو؟ مش هتبقى مكتبه تاني. حشو الدماغ ما بيجيبش فلوس. انا هقلبها علف. لا بقى، لا كده لا، هتتعدى على عم متولي وتتسبب في قطع عيشه، ودي مش اصول يا صاحبي. مش اصول؟ ولما ابن ابو زيد شقط مني فردوس ما كلمتوش ليه عن الاصول؟ سرك بات يا دوسه يا بنت الحلواني، خليت عقل الرجاله يشت. ما هو زمن العجايب، الشاي عندك اشربه. يا صباح اللبن الحليب، يا صباح الفل والقشطه والعسل. عشان طول ما طعمها في بقك تفضل فاكرني على طول. في حد ينسى نفسه برضه؟ لا اله الا الله، محمد رسول الله. جلوس. صباح الخير يا حضرة الناظر. صباح الخير يا أستاذ. أهلا. أنت فين يا أستاذ علي؟ جاي متأخر ليه؟ بقى المدرسة مقفولة يا حضرة الناظر. أيوة، لكن في مواعيد عمل لازم نحترمها عشان ما بقاش في تسيب. وإيه فايدة المدرس من غير ما يدرس؟ عاوزين نشتغل يا حضرة الناظر. هنشتغل بإذن الله. الإدارة التعليمية إن شاء الله هتوجد لنا مكان آخر. بس اللي بيعز عليا إن الأولاد والتلامذة يتنقلوا بره الحارة ولو مؤقتا. ويتنقلوا بره الحارة ليه يا حضرة الناظر؟ قصدك ايه؟ لو المعلم عثمان القهواجي هاودنا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا 300,000 مرحبا. القهوة نورت يا حضرة الناظر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. بقول ايه يا معلم؟ عينيا، انت عارف ان المدرسة اغلقوها، ولادنا مش لاقيين مكان ياخدوا فيه دروسهم. وانا بايديا ايه بس يا استاذ؟ انا قصدي بدل لعب الطاولة والكوتشينة وكركرة الشيشة دي، تدينا القهوة نعملها فصل. ايه يا اخويا؟ بتقول ايه؟ لا، الفراغ مفسدة يا معلم. ولما تاخدوا القهوة تعملوها فصل، الكلام ده هتقعد بالمشاريب ولا عيش المعلم هيتقطع بقى؟ شريب؟ كنتوا لا مؤاخذة عاوزين تيجي تقعدوا تتسامروا في دروسكم كده ساعة ولا اتنين. حصص حصص، مش نتسامر يا معلم. واحنا اللي نتأمل وإيه؟ طب سامر غلب العيال، نفك عن نفسنا فين؟ أنا هعمل لكم فصل محو أمية، تستفيدوا وتتعلموا. أنا موافق بس على شرط. أشرط يا معلم. كل تلميذ ياخد في كل حصة مشروب. كلامك حلو يا معلمة. خمس حصص بخمس مشاريب، عشر حصص بعشر مشاريب. وليك على كل 100 مشروب واحد شيشة وقهوة مظبوط. كوميسيون. كوميسيون؟ أنا آخد كوميسيون على تعليم الأولاد؟ يا خسارة. يا نسا، عايزة يا نسا؟ يا مدام، استني عندك. صباح الخير. صباح النور.
مش هتستأذني الأول يا مدام؟ أنا فوق الاستئذان. خلاص يا شريف، متشكر يا حبيبي. هو ده الموظف فيه؟ أيوه، الحاجة معاك؟ حسابي الأول حصل فولك صدقيني. لما صدقتك بقيت كده. وكده ماله؟ شقة وعربية ونهر فلوس بعد ما كنت بتنامي من غير عشاء. مش حاسة بالاستقرار. هتستقر يا حبيبتي لما حسابك يورم في البنك. ولو دخلت السجن تبقي غبية. الأغبية بس هم اللي بيقعوا، إنما الأذكياء بيمشي حل. ولا يا حبيبتي؟ مساء الفل يا دوسة. يسعد مساك يا شريف، اتأخرت كده ليه؟ قاعدين، ما خرجوش من مكاتبهم قمت قعدت. انت يا اخويا شغلانتك دي ملهاش مواعيد ولا نظام؟ لا ليها نظام طبعا، بس المهية كبيرة قوي، انت عارفة ان انا محتاج لها؟ انت ما قلتليش انتوا بتبيعوا ايه؟ دي شركة كبيرة قوي وليها مصانع كتيرة، فاهمي بيه بقى اللي مشغلني ده؟ تحسي انه امبراطور. امبراطور على نفسه يا اخويا ومش عليك. تعرفي يا دوسة، هناك كل حاجة اخر صيحة، عربيات، سكرتارية، حتى الموظفين تحس انهم اشكال والوان، عمري ما شفت زيهم ابدا. ليه بقى؟ مش ولاد تسعة برضو؟ مش ناس زي الناس؟ هناك كل حاجة بتبرق، مش زي هنا. هنا الناس شقيانين قوي قوي يا دوسة. ما تحسيش بكده الا لما تشوفي الناس المتريحة المتعطرة بدنيا لا فيها لا حر ولا برد ولا تراب ولا طين. هو في دنيا ما فيهاش حر ولا برد؟ ايوه، عندي فهم بيه. الهوا مكيف، الحنفية فيها المية السخنة والباردة، الحيطان عليها ورق، والموكيت على الأرض، حتى الحمام ما تبقيش عايزة تخرجي مني من كتر حلاوته. مش هتاخد ولا قرش في ايدك، هتسلمني مهيتك كاملة زي الأول. أيوة بس أنا دلوقتي يعني خاطب ومحتاج لمصروف. البيت والمدرسة إذا ما حناهمش هيبقوا كوم تراب، أنا الأهم. أيوة يا أستاذ لطفي يا أخويا، بس أنا اللي بشتغل معاهم دول غبيين مظاهر، وأنا ما أقدرش أكون أقل منهم. ما تعومش على أحد. بالشكل ده بقى انا هرهن عمر المباني عمرها ما هتديني حاجه. بقى المدرسه والبيت مش هدوك حاجه يا شريف. الوزاره بتدي ملاليم ايجار للمدرسه. المدرسه ادت اجيال للحاره. يا استاذ لطفي يا اخويا، انا عايز اللي يديني انا. النغمه دي مرفوضه. مدرسه ابو زيد وبيت ابو زيد هيتجددوا، يعني هيتجددوا. يعني اموت انا بقى؟ شوف يا شريف يا اخويا، الحياه مش جزمه بمزيكا وبدله لميع ولحمه كل يوم. الحياة هدف عاش له أهلنا وإحنا هنعيش له لغاية ما نكمل الرسالة. شوف مدرسة أبو زيد خرج كام واحد وواحدة، وأنت واحد منهم. دول أهم ولا المظاهر الكتابة؟ صباح الخير يا أستاذ لطفي. صباح الخير يا فردوس. صباح الخير يا شريف. صباح الخير يا دوس. خير يا دوس. بقول لك ايه، انا اتفقت مع امي النهارده انها تمسك المحل بعد الظهر، وانا وانت نخرج سوا نقعد في حته عشان تحكي لي واسمعك. من عينيا الاثنين. اوعى تتاخر علي. لا مش هتاخر عليك. هو بيعمل ايه؟ انا عارفه، اهو من ساعه ما اتخطبنا ومحدش في الحته كلها عارف هو بيعمل ايه. عقله شات. ايه جيت، احنا يهمنا في ايه؟ ولا حاجة، الدنيا كلها ولا حاجة، انت وبس يا حبيبي. لا اله الا الله محمد رسول الله. من عوني. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده يا شيكو؟ ما ترد عليا. اللي انت شايفه دي سكه، خلي الراجل يشيل. وهتودي المكتبه فين؟ بعتها. مش هشتغل في كتب تاني. ازاي؟ انا حر يا اخي، انت هتشاركني في مالي كمان. انا بقول حاره تقعد من غير مكتبه؟ الكراريس ملوش كراريس ولا لنا، الاساتذه ما لوش مخهم بكتاب، الفاضي ما يراش. انت هتخطب لي؟ ما تمشي يابا، امشي دي سكه، خلينا نشوف شغلنا. والناس يا شيكو والناس. انا ماليش دعوه بالناس، كل واحد مسؤول عن نفسه وبس. يعني ايه؟
نبقى تعالب وكل واحد يخطف اللقمه من بوق التاني. لو سمحت بقى يهوينا خلينا نشوف شغلنا. انا امنعك من بيع الكتب وقفل المكتبه. تعيش تخلي معايا يا استاذ. عيب كده يا شيكو. حد يتخانق مع الاستاذ يا شيكو. الله جعلك يا شيكو. ما تعقل يا صاحبي. ما تتلم بقى يا شيكو. ما حدش ليه دعوه بيا. كل واحد عقله في راسه وعقله في خلاصه. جاهل عاوز يحرمكم من العلم. علم؟ علم ايه يا استاذ؟ دي روبابيكيا ومدرستك روبابيكيا واللي بتعلمه للعيال روبابيكيا. انت مش عايش يا استاذ، انت ميت والله ميت وموت الحارة كلها معاك. انا اتابع وزارة المعارف. معارف؟ علي النعمة ما انت عارف حاجة ولا وزارتك كمان عارفة حاجة. انا امنعك من قانون. اولا رخصتك مكتبة. هغيرها، هقلبها، هعملها اي حاجة. اجيب قرش استريح. يلا خط اهو. اش كل واحد يشوف شغله بقى. افهموا يا ناس افهموا، المكتبه في الحاره زي المطبخ في البيت، تقدروا تعيشوا من غير ما تغذوا بطنكم؟ طبعا لا. طب ازاي هتعيشوا من غير ما تغذوا عقولكم؟ انا هتصرف، مش هسكت على كده ابدا، هتصرف واوقف المصيبه دي. بونجور. ركب مكان المصنع الجديد، عايزه يشتغل في خلال شهر واحد. شغل ايه بالظبط؟ سألتني السؤال ده 100 مرة، قلت لك مش شغلك. يلا اتفضل. روح تخلص البضاعة اللي في الجمرك. هي اوراقها فين يا فندم؟ سعيد هيروح معاك يسلمها لك. حاضر. البضاعة دي يا سعيد عاوزها تدخل المخازن بكرة بالكتير. حاضر يا فندم. وتبعت لي شريف بشنطة الأوراق على هنا. أمرك. تفضل. بعد إذنك. تفضل. أمنية. هتسافر أوروبا الأسبوع الجاي. أتينا؟ أيوه. بس هنبعت وجه جديد يروح لك بالبضاعة وتشيليه وهو راجع. المشوار ده انا عارفاه كويس قوي ومش محتاجه لحد معايا. لا سافرت كتير وده يخلي الشك يحوم حواليكي وشنطتك تتفتش. مش عايزه يعرف حاجه. امرك. ده احنا بقينا شوكولاته خالص يا جدعان وماشيين بنترعش في الحاره. ما هو زمن العجايب. شريف. مالك عامل في نفسك كده؟ من المجال. ما خلاص بقى، بقت حته من الحاره وتعودنا عليها. مقرف، الحاره كلها بقت مقرفه. انت مش قلت لي ان احنا هنخرج سوا النهارده؟ خليتني كده بس البس واتشيك واقعد مستنياك من العصر. ما هو البيبي هيستجم في فيلته، امرني ان اروح له واخد منه الاوامر شخصيا. وانا عماله اصبر نفسي، اقول زمانه جاي وهنخرج سوا ونشوف الدنيا. تبص لي كده ليه يا شريف؟ حلو. حلو قوي. هو ايه اللي حلو يا شريف؟ فردوس. نعم نعم ياما. ما تقفلي بقى يا ضنايا. حاضر حاضر ياما. اقفل الباب. لا يا شريف، لا لا لا.
بعد الجواز. بعدين يا شريف. طب طب تعالي نطلع السطوح. لا لا ما اقدرش. شريف انت عارف انا ما اقدرش اديلك حاجه اكتر من كده دلوقتي. لما نكتب الكتاب عمري ما هقول لك لا. دخلت من غير ما تمس عليا وعمرك ما عملتها. تعبان شادي اللي حاصل ده تعبني قوي. انت حابس نفسك ليه بين البيت والحاره؟ ما بتخرجش ليه؟ عمري وحياتي وصحتي للحاره واهل الحاره. اخرج اروح فين والمين؟ تخرج شوف الدنيا، خد مشوار لحد المكتبات عشان تشوف الجديد فيها. في حاجات كتيرة اتغيرت واحنا مش حاسين بيها. انتوا هتشككوني في نفسي؟ انا من ساعة ما دخلت عند المرسي وانا دايخ، ولسه لحد دلوقتي دايخ. دنيا تانية وعيشة تانية. وفين؟ على بعد ربع ساعة ولا نص ساعة من هنا. احنا مش عايشين يا استاذ لطفي يا اخويا. الدنيا اللي بجد هناك انت ما تعرفش حاجة عنها. يعني انا جاهل؟ مش قصدي، قصدي ان في جديد لسه ما قريتوش والوزاره ما بعتتوش. عونية. ها هتعملها ايه يا شيكو؟ علب؟ محدش ليه دعوه، كل واحد مسؤول عن نفسه بس. بدعه يلا نفس دي خلتنا ديابه بننهش في لحم بعضينا. اول دي بنهشني انا يا ابني، ده انا اللي علمتك القرايه والكتابه. حتى اذا كنت غلطت فيك خليك انت كريم وما توسحش بحور الغلط. هنوع اديها سكه بقى اتهوى. ده الشاعر يا ابني بيقول: طفل المعلم وفيه التبجيله كاد المعلم ان يكون رسولا. طفل مين؟ للمعلم. قديمه دلوقتي بقت طفل المعلم. اتهوى اتهوى اتهوى. كم دولة من فضلك؟ 45 جنيه. بكم؟ 45 جنيه. 45 جنيه. أستاذ لطفي، اتفضل يا أستاذ. خير يا أستاذ؟ مالك يا فل الشر؟ لفيت لغاية ما لقيت الكتب اللي أنا عاوزها. بس ما لقيتش ال 45 جنيه. حتى العيش ما بقاش يتاكل. يا استاذ استنى يا استاذ لما اجيب لك عيش بداله. استنى يا استاذ لطفي. طبعا اذنك يا امنيه خلصت لك اوراقي. تدخن؟ متشكر ما بدخنش.
روح اقبض مرتبك، هتلاقي فيه زيادة. أنا رفعتك ل 500 جنيه في الشهر، وده نتيجة لنشاطك في الجمرك. اشكر البيت. متشكر يا فندم. كل ما تتفانى في شغلك كل ما زودك أكتر. اشكر البيت. متشكر يا فندم. اتفضل. حاجة كاملة وسليمة؟ 100 حتة كانت في الصناديق والمكن سليمة ما اتلمستش. شريف يستاهل ال 500 جنيه. والباقي عليك أنت. بكرة الصبح مش هيكون معاه ولا مليم. ما تيجي تحضر معانا الاجتماع يا شريف؟ انا جاي عشان اغير هدومي ونازل، عندي شغل. على اذنكم. انت عاوز ايه يا استاذ؟ ما تقول وتخلصنا. عاوزين نساهم علشان نفتح المدرسه ونعمل مكتبه. فيها فلوس ده يا معلم؟ ايوه يا حسن، كلمني انا. انا مش قادر ادفع فلوس. انتوا ايه؟ مش عاوزين ولادكم تتعلم؟ ما انتوا مش عاوزين تتثقفوا؟ الرغيف قبل التثقيف يا استاذ، ولا يا رجاله؟ يا استاذ شريف، على اذنكم. عبط. اوه ده وقته، استنى لما اركب. السلام عليكم. يلا بينا يا رجاله. بحلال يا عدو يا جماعه. اقعد يا معلم مجبولي اقعد. اقعد يا سيدنا عدو. عدو يا اخوانا. الدنيا تلالي ولقمة العيش الاول. مساء الخير. تحب حضرتك تشرب ايه؟ لا معلش، اصل مستني ناس. اتأخرت عليك؟ انا كنت خايف لما تجيش من اصل. مش مصدق. انا وعدت. اتفضلي. يا نهار اسود. اهلا يا ابراهيم. ابراهيم معلش. اتفضل. ايه ايه ده؟ بتعمل ايه؟ فاهمي بيه؟ فاهمي مرسي هنا؟ ايوه هناك، واقف هناك اهو. يا خبر ابيض، تفتكر شافنا؟ لا متهيألي ما لحقش. يا نهار اسود. ايه تاني؟ الاستاذ سعيد. لا دي لنا مش بعيدة. بص شوفوا عدى. بص يا نهار اسود. في ايه تاني؟ طه. عاجبك كده؟ هتفضحني، هتتسبب لي في الاذيه. طب صرفيني انت، هنروح فين؟ ما احنا مش هنقدر نخرج من الاوتيل، كل واحد واقف في حته. ما انا كمان مش عايزهم يشوفوني معاكي. معاك بطاقه. ايه؟ بطاقه ليه؟ هم هيعملوا فيا ايه؟ ما تخافش، علشان تروح تحجز اوضه هنا في الاوتيل. هنا؟ ايوه.
طب وانت؟ انا هحجز اوضه وهطلق. اطلب الغدا. لا انا طلبت من بدري على اوضتك وزمانه جاي. بس انا ما اشربش. عشان خاطري. عشان خاطري. لا بص هيقع عليا. مش هنام. شريف يا فندم في مهمة خاصة. طب مش كان قال لي كنت عرفته اعمل ايه؟ اصله خام ما يعرفش حاجة. ما يتصرفش في حاجة من غير ما اشرح حاجة. حتى كنت رحت معاه اساعده ببلاش من غير ما اخد منكم فلوس. دي بقى لازم يعملها بنفسه. برضه اتنين احسن من واحد يا فندم ولا ايه؟ 483 جنيه و30 قرش. كم؟ 483 جنيه و30 قرش. انا و احنا Thank you.
ميرسي. شريف، ايه اللي عملته ده يا شريف اخويا؟ ما هو اصل اللي ده انا ما نمتش طول الليل مشغول عليك، افتكرت بعد الشر جالك حاجه. اصل يا استاذ لطفي كان عندي شغل. اه مديرك قال لي. قال لك ايه بالظبط؟ الله، مالك يا شريف متاخد كده ليه؟ قول لي اللي قاله لك بالحرف الواحد. قال لي انك في مهمه، مش الحمد لله ربنا وفقك في الشغل اللي كنت قايم بيه وعرفت تعمله. طب اتفضل يا استاذ لطفي، اتفضل يا اخوات، اتفضل. خد المرتب يا شريف لحسن، انا عوقت قوي هنا. احنا لسه ما قبضناش. خش اقبض، واذا كنت مكسوف اخش انا اقول لهم. ايه انت هتصدعنا ولا ايه؟ ده مرتبك يا ابني، ما يصحش اتاخر. ارجوك يا استاذ لطفي يا اخويا تروح انت دلوقتي وسيبني اصرف امري بنفسي. انا هروح بس ما تاخرش عليا بالفلوس، انت عارف يا ابني المدرسه محتاجه لها قد ايه. حاضر. ألف ألف مبروك يا أستاذ. المدرسة اتهدت، هتقدر تتصرف في الأرض دلوقتي، هتجيب لك ألوفات. سلفة وأنت قابض امبارح؟ ظرف طارق. بس لو فهم بيه عرف إنك بتستلف وأنت لسه ما كملتش 6 شهور هيتضايق جدا، وجايز ما يثبتكش. أرجوك يا فندم ما تعرفوش. إزاي بس يا شريف؟ أنا ما عنديش سلطة صرف فلوس من غير البيه ما يمضي. عموما روح الجمرك وخلص شغلك وتعالى، جايز أكون لقيت حل. أروح الورق النهارده لأنه مترتب عليه حاجات كتير بالنسبة لي. المكنة أي كلام؟ المهم إنه مطابق للمستندات القانوني ولا لأ؟ رغم إن كل حاجة قانونية لكن للأسف، وأنت عارف وأنا عارف، لكن مضطر أمضيها. أنا ما بديش سلفيات. البني آدم اللي يمد ايده النهارده ويستلف يمد ايده بكره ويسرق. اشتغل وما تستلفش. يا فندم انا مستعد اشتغل ليل ونهار. روح لسعيد شوفه هيتصرف معاك ازاي. الحلوين زعلانين ليه يا ضمان؟ شريف يوم. ماله يا حبيبتي؟ تصوري غايب عليا طول النهار ولسه راجع دلوقتي، ما فكرش حتى يرفع عيني ناحيتي. معلش يا ضمان، بس تلاقيه يمكن راجع تعبان ولا متضايق من حاجه. وهو لو متضايق هيلاقي مين غيره يشتكي؟ ما تحبكهاش قوي كده ضمان. لسه ما قبضتش. لا انت قبضت ومخبي عليا. هو في موظف لسه ما قبضش لغايه دلوقتي؟ انت عايز الصراحه بقى؟ انا قبضت بس ضيعتها، اتسرقت مني. معقول؟ في راجل طويل عليه زيك اتسرق؟ يعني انا كذاب؟ لا انت بتتهرب ومش عاوز تساهم في بناء المدرسه. طب وانا هيعود علي ايه بس بناء المدرسه دي؟ يا ابني ما كانش يعود عليك انت، هيعود على اهل الحاره الحي، الناس هتتعلم. ما عادش حد بيقول الكلام ده في الزمن ده. لا طول عمرنا بنقولها وهنفضل نقولها بقى. يا ابني ده احنا بنلغي اسم العيله، اسم الاب، ونحط اسم البلد.
رفاعت طهطاوي، عبد الرحيم القناوي، الجرجاوي، الشرقاوي، كله ما قطعتهاش كلمه انا، وانا مش هقطعها طول ما انا عايش. كفايه تخريب بقى. انا بخرف يا ولد. ما اخرنا وجايب لنا البقر ورحنا نعتمدنا للصلاه. دي اخر مره اسمح لك تمد ايدك عليا. اياك ترفع ايدك عليا تاني. اياك يا لطفي. شريف بقى زي العجينة في ايدك، تقدر تشكله زي ما انت عايز. شيل البضاعة وبعته الأمنية. يعني ايه لك يا عم؟ دولارات تذكرة سفر لليونان، وكل ده على حساب المؤسسة. انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا سعيد بيه. جميل ايه يا راجل؟ عيب تقول كده. ده انت اجتهادك في شغلك وكفاتك هم اللي رشحوك. يعني انت مبسوط مني؟ قوي قوي قوي. ده انت دلوقتي تساوي مليون دولار. مش للدرجه دي يعني. انت اصلك مش عارف قيمه نفسك. طب اساسا انا سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. شريف لو سمحت تجيب لي معاك علبه زيت زيتون، اصله بيريحني في الاكل قوي. ما تنساش فهم بيه، بيموت في زيت الزيتون. مش عايز اي حاجه تاني؟ متشكر قوي يا شريف. طب سلام عليكم. مع الف الف سلامه. مع السلامه. الكاف كفايه عليا الستر ده، نشيك ومش صايع. والشنشار الودي يا ناس والله ما انا بايع. والريه راضي بنظره واحده مش اكتر، واليه يا بايع الناس اوعى تزودها لتتبعطر. وكشري صدق نفسي. شريف ابو زيد في اليونان. انت لسه شفت حاجه؟ انا معاكي بشوف الدنيا كلها. انا حجزت لك في الاوتيل اللي انا فيه جنب اوضتك. ايوه. جيت منين؟ من باب السعادة. سعادة؟ الباب اللي بين الأوضتين.
سعادة، هما بيسموه هنا سعادة. أخينا بلينا سوا تاني. استنى، مش تشوف اللي وراك الأول؟ يا ست أنا كل مهمتي إن أنا أوصلك شوية المستندات اللي أنت نسيتيها. أهو. أدي كل اللي بعتني بيه. ما قالوش حاجة تانية؟ لا. يعني ما طلبوش حاجة من هنا؟ لا. خلينا في الشغل. ما هو ده الشغل؟ يعني انت متأكد ما حدش طلب حاجة خالص؟ والله 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 ما حد طلب مني حاجة خالص. سعيد بيه بس هو اللي طلب مني علبتين زيت زيتون. شفت بقى؟ اديك كنت هتنسى. فهمي وسعيد دول مخهم صغير قد كده وخلقهم ضيق، يزعلوا قوي قوي لو طلبوا منك حاجه وانت نسيتها. انا مش عايزاهم يزعلوا منك علشان نفضل مع بعض على طول. ما انا كنت افتكر اول ما اعدي على اي بقال. لا خلاص انا هشتريه عشان عارفه نوع الزيت اللي بيستعملوه. ودلوقتي بقى اسيبك واعمل مشوار صغير قوي، تاخد دش وتغير هدومك وتستريح شوية. ايه؟ ايه؟ تحسبيني لوحدي؟ مش هتأخر عليك. انا اجي معاكي وبعدين بستريح. لا انا احسن استناك لغاية ما تاخد دش ونخرج سوا. هوا اهو. ايه بتعمل ايه؟ بتحكي غيبة.
وجهزي البضاعة اللي هسافر معايا. اوكي. اقصى عليك يا شريف. ما هان عليك تسافر من غير ما تودع اخوك، ما تودع ابوك، ما تودع امك. ده انا اخوك وابوك وامك. انا بالنسبة لك كل حاجة. من ساعة ما سابوك ليا وانت ابن سنتين. وبعدها لك يا استاذ لطفي، مش كده؟ في طاعون دخل الحارة وفردوس وعاد شريف. أعوذ بالله، ألف بعد الشر على سي شريف. أيوه، وبقى خلى كل واحد يقول أنا وبس، إلا الهفو بس. من إيد مين؟ من حلق مين؟ مش مهم. اتسعروا، ما بقاش حد بيرحم حد. إحنا بقى مش كده. شريف لما قال يلا نفسي ما قدرتش امسك نفسي وضربت عشان ارجع العقل. هو بيعاقبني، شريف بيعاقبني ويسافر بلاد بره ويحرمني من انه ودعه. ما تخرجيش تاني لوحدك، نجيب كل اللي عايزاه مع بعضينا. اصل في حاجات لازم اجيبها لوحدي. زي ايه؟ حاجات نسائية، أسرار. مانمتيش يا ضنايا؟ انام ازاي ياما؟ شريف طير النوم من عيني. ما انت كنت لسه بتدافع عنه قدام اخوه الكبير. ادافع عنه لانه راجل، لكن زعلانة منه، زعلانة قوي. كان المفروض يجي يشتكيلي ويقول انه زعلان مع اخوه عشان اريحه وصالحه، لكن شريف مش حاسس ان احنا لبعض ياما. حتى سافر من غير ما يقولي، ولا اكن في واحدة مستنياه. مسافر بلاد بره. القناضي ما تجيبش 400 جنيه، انما عشانك انا هدفع 500. لا 500 جنيه يعملوا ايه يا معلم؟ ايه يا الشروة دي بالمبلغ ده؟ فكر ورد عليا يا استاذ. احنا نشوف غيره يا استاذ. ايه غيره؟ نعرف مية السوق. افهم يا استاذ، انا مفيش معلم يتعدى عليا في حارتي. الله، هو حصار يا معلم؟ سميه زي ما تسميه، انما كل حاره لها المعلم بتاعها، وانا المعلم بتاع الحاره دي. فكر ورد عليا وافهم. القناط دي هتفضل واقف لحد انا ما اشتري. ما توافقش ابدا يا استاذ لطفي. انا شريكك في لعبه القناط دي. هي القناط لعبتك يا معلم شيكو؟ ويا القناط يا معلم، مش مبان على الشبابيك على حديد على كوشري. يا صباح الفل. صباح النور. الله الله الله، بقى في حد ينام في التقفيله دي برضه؟ ايه ده ايه ده ايه ده يا شريف؟ النور بيتعب ينام. نور ايه بس اللي يتعب عينيك؟ ده الجو النهارده جميل والشمس ايه كده اهو. وبعدين انا قلقت عليك وانت نمت كتير قوي. قال لي بس مش كنت نزلت تتمشى في الشارع شويه؟ اتمشى اروح فين؟ ما انت عارف ان انا خيبه. طب ننزل سوا، بس من فضلك اطلب لي قهوه. مفيش قهوه ولا حتى سجاير قبل ما تفطري. يمقتوكي ويعدموكي العافية. أنا مش متعودة آكل قبل الساعة 2. عشان إيه بقى؟ علشان ما تخنش. هو في أحلى من الست التخينة المربربة دي؟ مربربة؟ دول كانوا يرفدوني من شغلي. أحسن، عشان تتجوزي بقى وتكوني بيت وتخلفي عيال، وتسيبك بقى من الشغلة اللي واخداكي بالكيلو دي. أنا أتجوز وأخلف عيال؟ لينا عندهم فطار وغدا مع بعض. استنى استنى، مين اللي هياكل ده كله؟ احنا.
هناكل وندبها عشان نعوض تعب امبارح ونقدر على تعب النهارده. والرجل يبوظ. ما يبوظ ولا يتعوض بتاعنا، بس انت بقى ايه تاكلي كده وتضمي وانا خليكي تربي عضل كمان. واعمل ايه بالعضل؟ عشان تقدري على الراجل والبيت وخلص العيال. بيت وعيال هتفضلي لعبة حلوة ملهاش صاحب لحد امتى؟ وانا ناقصني ايه؟ ناقصك انك زي بيت حلو من غير سكان، زي ارض فاضية من غير بنا، خرابة يعني. سامحيني بس اي واحد ولا واحدة يقعد من غير جواز يبقى زيه زي الخرابة، يحوي وغش. انتوا عايشين عيشة اخر عز. العمر قصير. قصدك الفلوس هي اللي كتير. قولي يا شريف انت عايز ايه بالظبط؟ خايف لاصحى من الحلم ده لا الاقي العز اللي انا فيه ولا الاقيكي. كل حاجة بتمنها، الالف والعشر تلاف والمليون. تقصد ايه؟ مش فاهم. جرسون عايزة قهوة سادة لو سمحت. تحت امرك. لا اتنين عصير. تحت امرك. هو ده بيفهم عربي؟ معظمهم كانوا جرسونات عندنا قبل شبابنا احنا ما يطلع يشتغل جرسونات ومرمطونات في العالم كله. انت تعرف الكلام ده منين؟ انا كنت منهم، اشتغلت 100 حاجة في 100 حتة لغاية ما فهمي وسعيد ظهروا في حياتي. معقول الكلام ده؟ باموني البرنسيسة اللي بتلبس بالشيء الفلاني وراكب عربية، معقولة جربت الفقر والجوع ونمت ليالي كتير من غير عشاء؟ انتي انت فاكرني ايه؟ هانم ليدي؟ ابويا ساب لي عزب وعطيان؟ المكافأة البسيطة الهايفة اللي خدناها بعد ابويا ما مات اخدها جوز امي، حضر بيها اوراقه وسافروا هما الاثنين وقالت لي هبعتلك. وبعتتلك؟ بعتتلي ايه؟ دراموني رميت الكلاب عند خالتي وجوزها، كنت بخدمهم علشان اللقمه ويا ريت عاجب. جوز خالتي زهق مني ورماني في الشارع رميت الكلاب. واللي دبلتها في ايدك كانت قبل ما اعرفك. انت لسه ما عرفتنيش. انا مساعدك اوزك فورا عشان تلبد لفهمي وسعيد، ولا عشان تعمل حاجه لنفسك، ولا عشاني؟ عشانك وعشان نعمل حاجه لنفسي. يا ساتر، مفيش حب لله في لله ابدا. احنا الاتنين ممكن ننطرد من عند فهمي في اي وقت ومن غير اسباب حتى، وساعتها هنرجع الفقر تاني. لا عشان الكشري شعوط حكم الناس دلوقتي كلها تحب الشعوطة. حاضر يا معلم. يا مشعوط الكل انت يا معلم. شيكو وعونيا. بقول ايه يا عمونا؟ نعم يا شيكو.
ما تبيع لي 200 300 متر من الخرابه دي اللي كانت مدرسه زمان. مش البيع يا شيك، اسال على الرز بس لما اخلص كلامي. انا فلوسي جت كاش عند كاش، تاخدهم تعمل لك بيهم اي سبوبه حلوه بدل ما تراهن كل حاجه على تعويذه اخوك. اخوك مش هيحوش صدقني، والله ما هيحوش. الجنيه جت خلاص على بلاد بره. خلصت كلامك يا شيكو؟ صدقني اخوك مش هيعمل. لو اتكلت على اخوك مش المدرسة بس هتبقى غرابة، كله هيبقى غرابة، هيبقى وقف. طب امشي بقى. حاضر ماشي. شايف يا استاذ؟ سامع التلقيح؟ شيكو واللي زي شيكو لو قدروا يردموا النيل يردموه وموتوا الناس من العطش، بس المهم يطلعوا هم بالهيبة. وشريف هيلموا ولا هيشمتوا فينا؟ وي جاميني مدام دانكا زيت افيو. طيب انا عايزاه يتحط في علب زيت زيتون وتكون مقفوله ومتبرشمه برشام المصنع. اوكي. الو. ايوه ماني، انت فين يا حبيبتي؟ اصلي صحيت بدري وما رضيتش اقلقك، فقلت انزل اتمشى شويه وبالمره اشتري لك زيت الزيتون اللي طلبوه منك. طب وحياتي ما تاخريش عليه عشان ميعاد الطياره. ما تقلقش يا حبيبي. الله، حلوة قوي الكلمة دي، قوليها كمان مرة. مع السلامة حبيبي. الله يسلمك من كل راضي، يا أغلى حاجة عندي في الدنيا. مالك يا شريف؟ في ايه؟ بحبك، بحبك قوي. يا ريت نقعد هنا على طول. يا ريت، بس دول مش ممكن يسيبونا حتى لو رحنا اخر الدنيا. انت بتتكلمي عن ايه؟ الزيت اهو جبته علبتين. يلا بسرعه عشان ميعاد الطياره. يلا يلا. اول ما نرجع مصر هنتجوز على طول. هو الجواز لعب يا شريف؟ هو انا صغير عشان العب. لا مش قصدي، بس هنعيش ازاي؟ انا عندي بيت ومدرسه. ملكك؟ ملك انا واخويا. يجوا كم متر؟ دول الوف. المدرسه ليها حواش وملاعب، ده غير البيت ربع قديم. الله، ده انت مليونير يا واد. ايوه، بس اخويا عايز يجدد البيت ويناكس المدرسه. يبقى عبيط طبعا. اسمع، اول ما انزل مصر هفكر لك في لعبه تخليك مليونير فعلا. شريف يلا حبيبي عشان ميعاد الطياره. أشوف وشك بخير. مع السلامة. شريف. خد بالك على نفسك. خد بالك قوي. وانت كمان. ما تتأخريش عليا.
ما فين حاجة سعيد بيوصل من البيت؟ الأولى كان في الحارة ولد بيخاف من الطين، والتانية جاب الولد واحدة سيئنة ليموزين، والتالتة ساب الحليوة لا مسة ولا صبح وسابهم مدلدلين. وعجبي شريف. الحمد لله على السلامة يا شريف. ايه زعلان مني؟ حقك عليا غلطة، وانت رديت عليها بغلطة اكبر منها. انا سافرت من غير ما تسلم عليا، ودي حزت في نفسي قوي وزعلتني. لا ما تزعلش شريف، انا تعبان وعايز انام. انا بقى ما نمتش من يومين انت ما سافرت. كان الودي ودي اسافر لك لو اعرف انت فين، وما سيبش يوم واحد يعدي وانت زعلان مني. عدت الايام ولا ما عدتش؟ هتغير ايه؟ والما اللي في دماغك هو هو. بتتكلم عن ايه يا شريف؟ اتكلم على الخرابه بتاعتنا. المدرسه هتقعد راكب دماغك وراهن على الصدقه، ولا هترحمنا من الفقر وتخلينا نشوف حالنا بقى؟ مش فاهم. انا عندي حته مشروع الارض دي يخلينا حاجه تانية خالص. تفتكر انفع بقى حاجه تانية وانا في السن ده؟ تعيش. احنا عايشين يا ابني والحمد لله. رضا، طول ما اللي في دماغك لسه في دماغك سيبنا ننام بقى. ايوه. صنف اللي هو هنسميه ايه يا بيه؟ اشوفه. حضر كفنك. شريف ده مكسب حلو لينا قوي، ولسه هنستفيد منه اكتر. خلي بالك منه، اشغله باي حاجه هايفه وحط عينك عليه. انا واثق انه خام، ما يفهمش حاجة من اللي بتحصل حواليه. ما تثقش في أي حد في شغلتنا دي يا سعيد. خلي بالك منه ومنها. أنا مش مستريح لأمنية اليومين دول. ابتدت تتنمرض. اللي اتنمرض أضيعه، أتويه. واخد في وشك كده ليه؟ ولا أكن ليك حبايب هنا؟ اصلي مستعجل. طب دحرج السلام وعدي. عندي شغل والناس اللي بشغل معاهم ما بيرحموش. والله انا خايفه عليك من الشغلانه دي. ايه خايفه من ايه؟ بشغل في ايه؟ في المهربات؟ ما انت عارفه بشغل في ايه. مش قصدي يا شريف، شغلانتك الاولانيه اللي كان فيها سفر ولا شحطته ولا بناتي وصلوك بالعربيه. يوه، انا مش مستحمل حتى نفسي. انا اسمك مولاي فردوس. انت طبعا هتقعدي في البيت بعد الجواز. مش فاهمه. قصدي يعني هتقفلي المحل بعد ما تتجوزي. بتدور حوالين ايه يا شيكو؟ انا ما بدورش يا فردوس، انا الحمد لله بقيت فل. ربنا فتحها عليا وعايز اعمل شويه توسعات. اديني المحل ده يا بنت الناس. ولما اديكي المحل هاكل منين انا وامي يا شيكو؟ تاكلوا منين؟ الله، وشريف بيه هيوافق انك تقفي في المحل بعد ما تتأهله؟ لما نتأهل، لما اتجوز وافق المحل بتعالى اسأل يا شيكو. ماشي. الأولى ماشي، والتانية ما يجراشي، والتالتة حسب من الصبر لا تروح بأبو بلاشي. وعجبي. كله تمام؟ أحلى تمام. اتفضلي حسابك يا حلوة. هو شريف شم حاجة؟ لا. على فكرة مطلوب منك سفرية تانية. بكام؟ بكام؟ انت بقيتي مادية قوي. انت يا حبيبي والبيت بتاعك اللي خليتوني كده.
علمتوني ان القرش اهم من البني ادم. بقولك ايه، هتطلعي انت وشريف برضو، اقصمه يشيل ويبعد عنك الخطر. لا نعم، مش مسافرة يا اوامر فهم بيه. ما ترحموني بقى. ده انت يا حلوة بتاخدي اكتر من 10,000 جنيه في الشهر، عاوزة رحمة اكتر من كده بقى. اه، وممكن كمان اخش السجن في اي لحظة انا واللي معايا. بقولك ايه، مش عاوز كتر كلام، وانا قلت لك اني مش مسافرة. عقالي يا حلوة، دي اوامر فهم بيه، وانت عارفة بقى اللي ما بينفذش الاوامر مصيره ايه. هجهز لك الباسبورتات والتذاكر. وهيبقى اسمي ايه المرة دي؟ هتعرفيهم السفر ان شاء الله. باي باي يا حلوة. سعيد كان بيعمل ايه هنا؟ ابدا، هو كان عايزنا نسافر، بس انا مش عايزه اسافر ولا عايزك انت كمان تسافر. خلاص، اذا ما كنتيش عايزه تسافري ما تسافريش. الحكايه مش بالبساطه دي. مفيش قوه في العالم تجبر الواحد انه يعمل حاجه مش عايزها. مالك يا امنيه؟ فهمي وسعيد، نسيب لهم الشركه من بكره واتجوزك وابقى مسؤول عنك. قلتي يا ريت يا شريف، يا ريت يا ريت نخلص منهم ومن شغلهم. انت مش عارف شغلهم ده ايه؟ يمكن مش عارف، لكن من ساعه ما خرجت من الحمام في اتينا ولقيت هدومي وشنطتي ملعوب فيها حسيت ان في حاجه، لكن سكت عشان بحبك وعايزك. مجرمين استفلة. اللي فات مات يا أمنية، مش هحاسبك عليه، هحاسبك من ساعة ما بقيتي حبيبتي مراتي. ما تخافيش يا أمنية، هتفضلي عايشة زي ما انتي، مش هترجعي لفقر تاني. ازاي بس؟ انتي مش قلتي انك عارفة سكة الفلوس وتقدري تكبريني؟ ايوه، عشان انت قلتلي عندك بيت ومدرسة. ايوه، ملك انا واخويا. احنا ممكن نهدهم وناخد عليهم قرض اسكان. القرض ده انا عارفة سكته كويس قوي، ونبني عليهم عمارات ونبقى مليونيرات. طب اسمعي، انت ما ترفضيش السفر، نهيمي سعيد على مراتب امورنا، اتفقنا؟ انا ازيل بيت ابو زيد واكمل على مدرسه الحارة هد. هنهد عشان نبني. هنبني مدرسه؟ دي شغله الحكومه. اضيع على نفسي انا ليه حته ارض؟ المدرسه يا شريف، المدرسه دي عمري، دي مصدر تعليم الحاره واللي حواليها. ابوك وصاني انها تفضل مدرسة، وصية الميت لازم تتنفس. ارضها تعملني مليونير. شيكو جديد وكشري جديد وقناديل النور بتنطفي من جديد، ومين اللي بيطفيها؟ انت يا شريف. ايه يا حبايب يا لطفي؟ لطفي
كده حال من غير اخويا ولا استاذ ولا حتى فندي؟ يا خساره يا خساره يا شريف، بتهدني بعد ما بنيتك عشان الفلوس؟ يوه اسمع اسمع، انا هقف ضد اي حد يقرب من ارض المدرسه حتى لو كنت انت. وعندك واحد مخطوط للمعلم شخباريا. خش يا شريف. معلش مش فاضي. لا تعال، انا عاوزاك دلوقتي. يا فندم عايزه ايه؟ ايوه جاي، عاوزه اديك دول عشان ما يلزمونيش دلوقتي. لا مش ده شريف اللي رجعت له الشكه. شريف اخويا حبيبي اللي شيت على تربيته، اللي اديته شهادة. سافر شريف، سافر ولسه مرجعش. مرجعش ازاي بس يا استاذ لطفي؟ ده انا بنفسي النهارده الصبح حطله الشبكة في ايده. انت فاكراني مجنون؟ اللي رجعتله الشبكة ده مش شريف، ده شيطان لبس شريف. واهل الحارة دولة مش أهل الحارة، أهل الحارة عارفين مصلحتهم كويس، عارفين لازم يبقى في مدرسة ومكتبة ليهم ولأولادهم. أنت مفيش في دماغك إلا المكتبة والمدرسة يا أستاذ. وهرجعهم حتى لو حاربت الشيطان عشانهم. تحارب شريف؟ واسجنه كمان. ما هي المكتبة والمدرسة هم اللي عملوا البلد بلد والناس ناس. أفرط فيهم. بطني بتوجعني قوي. ما انت اللي كلت كتير قوي، مسكت في حته اللحمه وهات. يا سلام، مش انت اللي كلت طبق مكرونه قد كده؟ انا برضو. على فكره انا اتصلت بالبنك، مفيش اي مشكله، بس انت جهزي المستندات واوراق ملكيه الارض وناخد القرض على طول. من بكره جاهزه. ولا انت لازم توريني الارض والمدرسه. لا تكون بتضحك عليا ومياس. من انا الاتنين. يا سلام. بقول ايه يا فردوس؟ أنا كنت بحب كرايدك زمان ولسه بحب كرايدك لحد دلوقتي. أنا نسيت أسوتك عليا يا بنت الناس ولسه رايدك. أنا بقى لا رايدة حد ولا عاوزة حد. سيبني في حالي يا شيكو وأعمل معروف. لا أنا سبتك زمان لما قلت إن أنا فقير، لكن دلوقتي أنا ملك الحارة، معايا فلوس والمحل بيدي وهيدي أكتر لو شلنا الحيطة اللي بين الدكانين وفتحناهم على بعض. تمام في ولا في محل الحلواني يا شيكو؟ في الاثنين. اسمع كلام يا فردوس، الحارة دي للكتاب ولا للكتوب؟ حط ايدك في ايدي ونخليها كشري خالص. ده البيت. ودي بقى المدرسة. أهلا وسهلا ست الرئيس. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. يطلعوا عمارتين. قصدك فصلين. فصلين إيه؟ إحنا هنبني هنا عمارات سكنية تسكن الناس، تكسب فلوس بالحلال، تعمل ملايين، تطلعنا وتطلع نفسك لفوق. حتى أنت كمان؟ أتاريكي كنت جاي من الأول عشان كده. الله، معناه إيه الكلام ده؟ أفهم بس. إيه اللي جاب رئيسة الجمعية الخيرية؟ جاي عشان إيه؟ عشان تخطط لك؟ ما دام امنيه خطرتي بقى كده. انت مش عايز تبني وتغتني؟ ابنولي هنا مدرسه وابنوا عماره مطرح البيت. احنا عايزين حته ارض كبيره عشان القرض يبقى كبير. ابنولي ست فصول وحوش وملعب وخدوا الباقي كله. هندي لك شقتين كبار افتحهم على بعض واعمل مدرسه. المدرسه يلزمها حواش وملاعب، لازم نمشي التربيه البدنيه مع التربيه العقليه. وانت مش عايز سكن؟ مش مهم، انا مش مهم يبقى لي بيت. انا وحداني متر في متر يكفيني. وتذل نفسك بالفقر ليه؟ ده انا هسكنك في الزمالك واكلك كافيار. وصيت ابو زيت
والتلامذة والناس. لحد امتى الناس هتحركك؟ انت عارف الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول يعملوا فيك ايه لو انت فقير؟ يبيعوا يشتروا فيك، يدوسوا عليك برجليهم لو طلبت لقمة تسد بيها مغص الجوع، ولا خدمة تسترك من البرد، ولا نومة تريح فيها جنبك من توت الشوارع والارصفة. يدفعوك اغلى ما عندك وبرضه ما تدوقش طعم الراحة. شيكو جديد. يا خسارة، هو ده كلام ربنا اللي اديتهولك؟ انت مش فاهم حاجة ابدا. جاهل. انا جاهل. هتفضل طول عمرك مش داريان باللي بيحصل حواليك. ايه اللي حصل بس يا فندم مزعل سعادتك؟ امنيه نايمتك خدت موافقه على قرض ضخم لشريف ابو زيد وهتشتغل معاه في المقاولات. لا دي عارفه عننا كل حاجه. هتسيبنا، ما عادش لنا لازمه عندها. بس امنيه تعرف كويس قوي ان محدش يخرج من اللعب ده الا على السجن او القراف. خلص عليها، خلص عليها وعليه فورا. بعقل، بعقل يا سعاده البيه، دول غاليين علينا قوي. مش عايز اشوف وشهم في الشركه. طب ما نستحملهم لحد ما ناخدهم على كفوف الراحه. هم مش فاكرين انهم ضحكوا علينا؟ مش عارفين طبعا ان انا عرفت. يبقى نخلص منهم من غير ما يعرفوا اننا عرفنا. ما تعصبينيش يا موني، كفايه موضوع لطف عليا. انا خايفه جدا يا شريف، دول لو عرفوا بحكايه القرض مش هيسيبونا ابدا. ليه؟ لا ليه، دي شرحها يطول. ما يسيبوناش ناكل لقمه حلال. حلال؟ هم دول يعرفوا الحلال؟ دول لو طالوا يجوعوا الدنيا كلها عشان مصلحتهم يعملوها. طب والحل؟ مش عارفه، فكر معايا شويه. نفكر في لطفي الاول وبعدين نفكر في فهمي وسعيد. البيعه مش جايبه عراها، ما تشوف لنا قرشين كمان يا استاذ. وانا اديتك كل اللي عندي. انت بتقول عايز الفصل كم متر؟ خمسه في سته. ده كتير قوي. ده الربع فراغات. بيعملوا ايه دول؟ اشتريت للقاض وهبني لكم اربع فصول. لا يا حنامسك، ما فيش فصول هتتبني هنا. سيب الشريط يا ابني ما تضايقنيش، روح كلم صاحب المال. احنا مش انتهينا من اللعبه دي؟ وقلت هبني عمارات مش مدارس؟ ما تقدرش. ورق كامل خلاص. هطعن في الاوراق واوقفها. مش من حقك تبني هنا. افهم البونة من حق مين وانا جاهز. مدرسة، عمارات، احنا بتوع كله. قول له يا استاذ لطفي، قول له بقى وقف عند حده. يقول ايه يا جدع انت؟ المرحوم والدك كتب الارض دي باسم حضرة الناظر بعقد ابتدائي. صحيح حكاية العقد الابتدائي دي يا لطفي؟ ايوه يا استاذ شريف. بس انا رحت شهر العقاري وما كانش في حاجة مندي خالص. مفيش ازاي يا استاذ شريف، وانا كنت شاهد عليك بنفسي. تشهد ايه يا استاذ انت؟ وانت يا ابويا لما كان عندك سنتين ثلاثة. اسمع يا استاذ شريف، انا خلاص ايامي في اخرها، وانت الوريث الوحيد اللي فاضي من عيلة ابو زيد. اصبر شوية لغاية ما اموت وبعدين اعمل اللي يعجبك. بعد ايه؟ بعد ما تكون رهنتنا للصدقة؟ جبت حكاية العقد دي منين يا استاذ علي؟ جرجرتني وراك في الكلام لغايه ما خلتني كدبت. اخوك ده مجنون، ما تسالش فيه، احنا ورقنا بقى رسمي، القرض بقى في ايدينا. لطفي مش هيسكت، هيوقف كل حاجه بشكاويه. ده اخويا وانا عارفه. نحجر عليه، ندخله مستشفى المجانين لغايه ما نبني. ادخل لطفي سرايه المجانين؟ مفيش عواطف في سكه الملايين، لازم نكون من غير قلب علشان نوصل. ادخله سرايه المجانين؟ هأنضف من حارتكم، وممكن تنقله مستشفى زي احسن اوتيل درجه اولى، ولما يدخل المستشفى نقدر ناخد حكم بالحجر عليه. شريف، الفلوس هي اللي هتخلصنا من فهمي وسعيد ونعيش لبعضينا لا غيره ولا خوف. قلت ايه؟ عايز ماني ولا
ترجع الحارة تاني. بتدور على ايه يا شريف؟ الفلوس اللي انا حوشها فين؟ اديتها المعلم مدبولي حاربني بيها ونكمل بالتمن النهارده. وازاي تصرف الفلوس بتاعتك؟ قصدك فلوسنا؟ ازاي تدي المعاول فلوس من غير ما تقول لي؟ يا ابني ما احنا متفقين على كده. غيرت رايي ولا هزور في دي كمان وتقول لي ان ابويا كتبها لك وعلي شاهد؟ انا لا زورت ولا هزور. تعالى يا ابني حاسبني واذا كان لك حاجه عندي خدها. ما تخليناش نخسر واحد يا رب. انا مش ممكن اخسرك اخسر عمري. تعالى حط ايدي في ايدك نجدد البيت ونبني المدرسه ونرجع الحاره زي زمان. كفايه لمها. ايوه كفايه اخرتنا السنين دي كلها، هتاخرنا لحد امتى؟ اذا كده انت مالكش حاجه عندي. هتعبك يا لطفي، هتعبك قوي. اعلى مفكلك اركبه. اتفضل. الاستاذ فهمي بيعمل معايا ليه كده؟ يقطعني بالساعه واقف ولا يسال فيا وفي الاخر يسيبني ويمشي؟ اصل عنده شغل. اذا كان مش عايزني يقول لي كلم دغري يفصلني. انت اعصابك مالها يا حبيبي؟ افصلك ليه؟ هو انت عملت عامله؟ امال هو كان عايزني ليه؟ هيكلفك بسفريه جديده انت وامنيه. فين؟ ما انت هتاخد اوامرك من امنيه. باي باي. أنا خايفة يا شريف. خايفة من إيه بس؟ ما كله تمام أهو. وده إحنا مسافرين سوا. وأنت ليا ملكي. مدام شريف أبو زيد. كأن جوازنا ده حلم. حقيقة. لا، حلم. حلم جميل مش عايزة أفوق منه أبداً. أنت وده أنت ما لبسنيش ليه فستان وعملت لي زفة كبيرة؟ هو أنا ما أستاهلش ولا إيه؟ يا روحي كل اللي أنت عايزانا تحت أمرك. أنا مش عايزة غيرك أنت يا فردوس. انت ما تخلع
تشل الدموع ابدا. لا يمكن هتعيط طول ما انا عايش. هتديني ايه يا شيكو؟ هتقدر تديني ايه؟ انا والكشري تحت امرك. قصري بس هنبقى عبيدك. أمنية وشريف خرجوا من المطار. أنت ما بلغتش عنهم؟ بلغت يا فندم. أمال إزاي ما قبضوش عليهم؟ صدقني يا دكتور، ده مرعوب عشان خاطر الأرض والميراث، إنما الأستاذ لطفي ده مخه سليم، والله العظيم سليم. ولو يا بنتي، لازم يقعد تحت الملاحظة شوية لحد ما نتأكد من كلامك. ازيك يا استاذ؟ اللي حصل لك ده أذانا كلنا. ازيكم؟ وازاي شريف؟ شريف باعك وبعني. انساه يا استاذ. انساه؟ ما اقدرش انسى ابني. انت بتعمل معايا كده ليه؟ هو احنا لسه عملنا حاجة؟ كده من غير أسباب؟ عشان بتفكري تسيبينا وتشتغلي لوحدك. ما هو كل واحد بيكبر يا فهمي بيه، مفيش حد بيفضل صغير على طول. واحنا تحت أمرك يا حلو، طلباتك. ليه عندكم فلوس؟ ما انت خدت حسابك أول بأول. دول 100 سفرية يا سعيد، 100 سفرية شلت فيهم وشيلت غيري، وكان ممكن يتقبض عليا في اي لحظه واتسجن. ايه، ما استاهلش 5000 جنيه عن كل سفريه؟ تمن سكتك. وليه ما تقولش مكافاه نهايه الخدمه؟ ده انتوا كل مهرباتكم وصلتكم سليم 24 قيراط. ايه، ما استاهلش المكافاه؟ اللي بيهددني بيموت يا امنيه. ما تقدرش يا فهمي بيه، عشان شريف هيبلغ البوليس لو جرالي اي حاجه. شريف هيحصلك، سعيد هيقطع له تذكرة للآخرة. ليه عايزين تموتوه؟ ذنبه ايه المسكين تموتوه؟ مش لازم نسيب للحية دي يا حلوة. طه. ايوه سعيد بيه. ايه ده؟ اوعى كده انتوا اتجننتوا؟ شريف مش هيسيبكم. اوعى. قبض عليهم. ايه؟ هدوم على البوكس. ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش ممكن اسكت ابدا. يا ريت حضرتك انت والمدام تشرفونا بكره شويه عشان تاخدوا المكافاه بتاعتكم. ان شاء الله يا فندم. بعد اذنكم. اتفضل. ياه هامون ده. خلاص لا انسيهم، ما عادش لا ولا خوف. اصلهم عذبوني كتير قوي يا شريف، عذبوني كتير. هعوضك عن ده كله. أنا ما عشتش قبليك ولا يوم. عيشني دلوقتي يا شريف. عيشني. شوفوا يا رجالة، افهموني كويس. الكتاب والمدرسة ورا أي نهضة في أي مكان. مفيش بلد تبقى بلد من غير مدرسة وكتاب. فهمتوا؟ صباح الخير يا أستاذ لطفي. صباح النور يا دكتور. المدة اللي قضيتها معانا تبين لنا فيها إنك عاقل 100%. تقدر تتفضل تروح. أروح؟ أروح فين؟ مهدوا البيت والمدرسة. أروح فين؟ هنا أرحم. زين فتحة زا. زين فتحة زا. ريه فتحة راء. زين فتحة راء. عين فتحة عاء. عين فتحة عاء. زرع. 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 زرع.